ينتظرني علي عند البوابة لأذهب معه إلى جرجراية. يعيدون بناء الجدران بالقرب من كشكي. سأتي حقاً؟ أم أن الصبيان يتصرفون بسرعة؟ رحل وكسر ذراعه. لم يكن سجاد من هاجم المتمردين، بل كان أنا. باسم يا علي، أنت مستعد؟ لنذهب. لنذهب. علينا الرحيل إلى جرجراية. أيها المستترون، تستخدمها وترجعون الفضل إلي في انتصاراتكم. كانت الحرب لتؤذي الجميع، خاصة أنت. ذلك حديث أسيادك. ألا يزعجك أن من تطيعهم هم من يضعون القوانين التي تطالبك بالطاعة؟ إنهم لا يتحكمون بي، أنا حر وأقاتل كي ينال الآخرون حريتهم أيضاً. كل ما تفعله هو في صالح المستترين، ذلك نوع غريب من الحرية. المستترون هم عائلتي، لا يوجد تعارض. كما تشاء. عشت في الشوارع من قبل ولم أستجب لأحد غير، لكنني لم أكن حر. والآن بينما يملي عليك الآخرون من تكون، أتنعم بحرية أكبر؟ لا يمكنك أن تفهم. بل أفهم أكثر منك. إذا كنت حراً حقاً، فلما يدور الصراع داخلك؟ ماذا تعني؟ لا يوجد صراع. أرى أن هناك صراعاً بين ما تفكر فيه وما تشعر به. لن تعثر على الحقيقة أبداً ما لم تكن صادقاً مع نفسك أولاً. لا يمكن لأحد أن يعرف ما يفكر فيه شخص آخر. لا يمكن لأحد عادي، لكن انظر إلي، أنا لا أنصاع لأحد ولا يحكمني أحد. أود أن ألقي نظرة في الأنحاء قبل عودة بيشي إلى جرجراية مع الجثامين. سيكون هذا تصرفاً حكيماً. الناس هنا غاضبون بالفعل. ستسوء الأمور بعد الدفن. هناك مقهى بالجوار ومرتادوه يثرثرون. قد تسمع شيئاً هناك عمن يختطف رجالنا. وماذا ستفعل؟ لدي تحقيقات خاصة لأجريها. قابلني هنا إذا اكتشفت شيئاً. Thank you.
تطور سمات جديدة بمرور الوقت. ما خطبك؟ التكيف مع بيئاتها. لتعرف المزيد تعالوا إلى درسه أمام أبوابه مساء غد. اطلع على مجموعة الشاي الملتقاة بعناية لدي. الأفضل في بغداد. يبدو هذا كالمقهى الذي ذكره علي. إنه بارد، أحضر لي غيره وسخنه هذه المرة. أعتذر بشدة. يختفي عبيد زنج ممتازون ويبقى أشخاص بلا كفاءة مثلك. اسكت وأحضر الشاي. سمعتك تقول إن عبيداً قد اختفوا. من أنت؟ كيف تجرؤ على التحدث إلي؟ اغرب عني. أنصتوا أيها المسافرون والزوار، يسر الخليفة الترحيب بكم في مدينة بغداد، فلتزوروا البازار. تعمل وتعمل وعلى ما تحصل لا شيء. العبيد الملعونون أعاملهم جيداً وأطعمهم ثم يختفون ولا يبقى أحد للعمل. قد يتحدث إذا تمكنت من إعادته لوعيه. حان وقت استعادة الوعي. يكفي، أنا أفضل. من الخطير أن تثمل في مقام كان من الممكن أن يقبضوا عليك. تعرضت للمتاعب مؤخرا. قلت إن بعض عبيدك مفقودون. حقا؟ أنا لا أذكر، ليسوا مفقودين فحسب، بل اختفوا. لا يختفي الأشخاص هكذا. ليلة أمس لم يعد من الحقول اثنان من عبيدي، لم يرى أحد شيئاً. لقد اختفيا، تبخرا. لذا فقد فكرت أن تثمل في مقهى عام. حسناً، أجل. رأسي، انظر، لا تخبر أحداً. سأعود للمنزل لأستلقي. اسمعوني جيداً، أتخشون مرض أطفالك؟
مع المتمردين كلمات طيبة للرفيق الذين هربوا من أسرتهم وتركوا واجبهم. المعذرة مجددا، هل ذكرت عبيد المفقودين؟ أخبرتك أن تبتعد. أتريد أن أستدعي الحارس؟ ربما تغير عملة من رأيك. كيف تجرؤ؟ ماذا تقول؟ مهلا، من أين لك بمثل هذه؟ حسناً، هيا أسرع. قلت إن عبيداً من الزنج قد اختفوا. لا أفهم ما علاقتك بالأمر، لكن أجل، شخص غريب من أولئك المتمردين كان يقلقل العبيد، وبعد أن تحدث إليهم اختفوا. لا شك أنه أحد معارف علي بن محمد مثير المتاعب. هذا ما أعرفه، ارحل قبل أن يراني شخص ذو شأن أتحدث إلى شخص مثلك. أنت هنا بهذا الاتجاه. أنواع الحرير، لكنك لا تريد إنفاق كل ما في محفظتك؟ هل أردت شيئا؟ ليس هنا، هناك كثير من الآذان إذا فهمت ما أعنيه. نعم يا سيدي، أنواع الشاي المميزة محفوظة في الخلف بهذا الاتجاه، انتبه لخطواتك. اتبعني، تصرف بشكل طبيعي. ليست هنا الآن. إذن أين ذهبت؟ حسناً، لا أحد هنا. حسناً، يبدو أننا وحدنا. ماذا أردت؟ المعذرة على المبالغة في الأمر، لكن لا يعلم المرء من يراقبه، والتسلل مثير للحماس نوعاً ما. رأيت وشاحك الأحمر وسمعتك تتحدث عن العبيد المفقودين. اختفى عبد آخر من منزل ريفي قريب. كيف تعرف هذا؟ أنا صديق للعائلة، كان الزوج أحد الذين قتلوهم، والابن الآن مفقود أيضا. والدته أنهكها القلق، ظننت أن بمقدورك مساعدتها. أخبرني بمكان هذا المنزل الريفي. إنه في جهة الغرب، لا يمنح العبيد ثقتهم بسهولة، لكن إذا استطعت أن تفعل شيئاً فسأعتبره معروفاً شخصياً. علي العودة إلى علي وأخباره بما اكتشفته. أيها الناس، اسمعوني جيداً، أتحشون مرض أطفالكم؟ أتحملون هم راحتهم؟ نناشدكم الخليفة أن تلتمسوا المشورة في عمل الشيخ الرازي الجديد، رسالته في طب الأطفال. لا تريد إخباري، لكنك ستفعل. لا ينبغي لنا فعل ذلك، سيعود علينا هذا بالمشكلات فحسب. مشكلات أكثر من القتل؟ لقد ذبحوا إخوتنا، كيف لك ألا تفهم؟ ما هذا يا علي؟ ليس هذا ما اتفقنا عليه. أنا أفعل ما يتوجب فعله، لا أحتاج إلى موافقتك. هل اكتشفت شيئاً؟ يختفي العبيد من جميع أنحاء جرجرايا، أحدهم اختفى من منزل ريفي بالجوار. سأذهب إلى هناك وأرى ما يمكنني العثور عليه. جيد، كان صديقنا هذا يمضي صباحه في الميناء يقابل شخصا نظنه من وشاة الخليفة. يمكنك العثور على هذا الواشي واللحاق به حتى ترى ما يقودنا إليه ذلك، وأثناء ذلك سنجبر أنا وبيشي صديقنا على التحدث. هذا خطأ يا علي، دعنا نرى. علي البحث عن الواشي ومساعدة الأرملة في العثور على ولدها المفقود.
هذا هو الميناء، لابد أن يكون الواشي هنا في مكان ما. لا ملاحظات اليوم، علي الذهاب، اقترب الوقت. وقت ماذا يا ترى؟ علي اتباعه، لكن يجب ألا أدعه يراني. انتبه اللحظة. أنت من أريد، عليك إرشادي وسأتبعك. معاً نرى كل شيء يعني. ليس ولدي أيضاً، لن أخسره كما خسرت والده. ربما هو آمن في مكان ما، قد يكون تائهاً. لا، لقد رحل، لم أحظى بفرصة لجمع الزهور لجنازة زوجي، والآن رحل ولدي أيضاً. لابد أن هذا هو المعذرة. من أنت؟ ماذا تريد؟ سامحيني، لم أقصد أن أفزعك. أخبرني مالك المقهى عن مصابك، قد أتمكن من المساعدة. لا أعلم كيف، أنا لا أعرفك. إنك تحتاجين إلى زهور لدفن زوجه، فقدت مثلك أشخاصاً مقربين، لكنني لم أتمكن من دفنهم. سيشرفني إذا سمحت لي أن أقدم لك ما لم أتمكن من تقديمه لأصدقائي. سأجمع هذه الزهور. غالباً ما كان يجلب لي زوجي بعضاً من الزعيطمان. إذا أحضرت لي بعضها فسأضعها على قبره ماء يدفن، كهدية أخيرة مني. سأفعل ذلك، ستكون الزهور بالجوع، علي البحث في الأرجاء. استطلع المنطقة يا الزهور التي أحتاج إليها. إنها زهور جميلة، كانت لتسر أصدقائي.
شيئا، لكن فلورا لا. كان ينبغي لي إخبار ذلك لأبله أن يضخم نفسه. جلبت لك الزهور مع خالص مواساتي. إنها زهور رائعة، كم أحبها زوجي. شكرا لك. أهناك ما أفعله من أجلك؟ أحاول أن أكتشف من يأخذ العبيد من جرجرايا. أعلم أن ولدك مفقود. أجل، خسرت والده، لن أستطيع تحمل خسارته أيضا. أيمكنك إخباري بما كان يفعله قبل أن يختفي؟ عندما أخذ والده صار تعيسا وبدأ يخرج ليلا، لكنه لم يعد الليلة الماضية. سألقي نظرة في الأنحاء لعل شيئا هنا يشير إلى ما حدث. هناك أحد أعضاء الثعابين، علي تقصي الأمر. يمكنني أن أقتفي أثار ولدها في هذه الأنحاء. يوجد الكثير من الآثار هنا، تؤدي الآثار إلى ذلك المبنى الصغير. أحتاج إلى العثور على طريقة للدخول. رسالة، إنه يذكر مزرعة قريبة. علي إخبار والدته بما عثرت عليه. عثرت على رسالة من والدك، كان يبحث عن الرجال الذين أخذوا والده. ذلك الفتى الأحمق، لقد ذكر مزرعة قريبة. أتعرفين عما كان يتحدث؟ لا، تلك مزرعة طغان، إنها تعج بالمرتزقة. إذا ذهب إلى هناك أرجوك أعثر على ولدي. إذا كان حيا فسأعيده إليك. أعدك، لابد أن أخبر عليا، لكن يجب أن أبحث عن الواشي أولاً.
يمكنك الهرب مني بهذه السهولة. علي احضار بعض الاسوء للزوجه، ذلك الامر يمكنني ان اعد. اذهب الى مكان المهلك اليك ايها الكلب جديده. انظر يا احمق، كان احدهم يقطع. لا تدعهم يصل الي. سأطلب المساعدة. الشخصان يجمعان المعلومات لشخص يدعى طوغان بن أرسلان. ستكون مزرعة طوغان مشددة الحراسة. علي التحدث إلى علي بشأن الخطوة التالية. أخيراً. ماذا فعلت؟ ما وجب علي فعله. هذا ما تبدو عليه حريتك؟ أنا لا أتبع عقيدتك ولا أستجيب لأمر المستترين، إنه ثمن الحرب. سيخالفك بيشي الرأي. لا يقود بيشي هذا التمرد، إنه يؤدي دوره وأنا أؤدي دوري، لكن يكفي. ماذا اكتشفت؟ اختطف العبيد المفقودون بأمر من شخص يدعى طوغان بن أرسلان. سيحدث أمر جلل قريباً، لا أعرف ما هو. أما أنا فأعرف، قال هذا الرجل إنهم يستجوبون رجالي وسيقتلهم قائدهم بعدها في المنزل الفاخر. ذكر الواشي اسم بيشي يا علي، إنهم يبحثون عنه. ليبحثوا، حرر رجالي. سأشن الهجوم على المنزل الفاخر، قابلني بجوار المزرعة عندما تنتهي.